أوي. مضحك. الجو حار، أريد مكيف. سأجعله أكثر برودة. نعم، هذا أفضل بكثير. أنا أرتجف، أنا متجمدة. أعطني هذا. نعم، هذا أفضل بكثير. الجو حار حار، أنا متعرقة. أعطني هذا. لا، لن أعطيك، لا أريد التجمد. أعطني، إنه جهازي. لا لا، سأخذه الآن، ساعدوني. إنه لي. لا، إنه لي. اتركيه. لا، أنت اتركيه. ماذا؟ إنه خطأك. لا أنت، انتهى الأمر، إنه التحدي. مرحبا بكم على بارارا. 1 2 3 4. نعم، أنا فوز. سأفتح أولا. واو، شوكولاتة لذيذة. ماذا بها؟ ناعمة جدا. ماذا أفعل بها؟ فهمت، أنا بحاجة إلى تبريدها. لذا أولا وعاء الجليد، وبعد ذلك أقص العبوة وأعصر الشوكولاتة فوق الثلج. رسمت قلب شوكولاتي لذيذ، مذهل. فكرة رائعة. والآن سوف أكلها. لذيذة. والآن أنت. لدي شوكولاتة أيضا، رائع. لكنها متجمدة، إنها قاسية للغاية، ولا تقدم أبدا، ولا تتحطم. أيها الشوكولاتة الغبية، هذا لا يعمل. سألعقها هكذا فقط. وأنا سأقوم بصنع الأشكال المختلفة، مثلا هذه الزهرة. يا له من جمال. والأهم أنها لذيذة. زهرة الشوكولاتة الحلوة هي ما أحتاج. إذن دعنا نرى. نودلز، هذا لذيذ. الآن سوف أكلها. ما هذا؟ إنها مجمدة. إنها لا تقدم حتى كالخشب. أما أنا محظوظة، لدي معكرونة لذيذة وحارة. فقط رائع. بكل سرور سأكل كل شيء. أنا ممتلئة. ماذا يحدث؟ أنا مشتعلة، أنا حارة. العصي اشتعل أيضا. مرة أخرى مشتعلة أنا. توقفي. هل أذبت معكرونتي؟ رائع، شهي. شكرا جزيلا. أنا أبدل وأبدل، هذا ملكي. لنرى. واو، بيتزا روعة. وإنها ساخنة أيضا، لذيذة. الآن سوف أكلها. واو، يا لها من رائحة. والطعم مذهل. سأكل قطعة أخرى، وأنت افتح الغطاء. هاي، لدي بيتزا أيضا، لكنها كلها مغطاة بالثلج. ماذا أفعل؟ كليها بالطابة. لكنها متحجرة، كيف سأكلها؟ لا أستطيع حتى قضمها. هيا أيتها البيتزا الباردة الغبية، أنا جائعة. تفضلي. شكرا، لذيذة جدا. أتساءل ماذا لدينا هذه المرة. 1 2 3. لقد هزمتك، أنا أفتح. يا لها من حلاوة، أعتقد أنها لذيذة. ولكن ما هذا؟ أتعرفي؟ لا أعرف، لكنني سأفتح خاصتي. مصاصة، كم هي كبيرة. سأجربها. لساني عالق. يا له من كابوس، ساعدوني ساعدوني. لا أنجح. فكرة، سوف يساعد كوب من الماء. أسكب القليل وأزيله. لساني ملتهب.
أوه يؤلمني. شكرا لك. أنا سعيدة لأنني ساعدتك. إذا ماذا لدي؟ إنه كراميل سائل. يا لها من ضيافة لذيذة. والآن سأستخدم القشة لأصنع فقاعات من الكراميل. جميل ولذيذ. أتريدي؟ لا شكرا. حسنا أنا أو أنت؟ فليكن أنت. حسنا. لدي شيء من ماكدونالدز. أتسأل ما هو؟ ناجتس لذيذ. الآن سأجربه. إنه حار. أنفخ قليلا. نعم لذيذ. وأنت لماذا تجلسي؟ هيا افتحي. فعلا. إنه صندوق ناجتس. لكن ماذا أفعل به؟ إنهم مجمدين. كيف سآكلهم؟ إنهم لا يقدمون على الإطلاق. قاسي جدا للأسف. أنا لدي لذاذة. خطرت لي فكرة. سأسخن الناجتس على مكواة الشعر. روعة. كم هي حارة. انظري الآن إلى الناجتس اللذيذة التي لدي. فكرتي رائعة. أنا سأفتح الآن الاثنين. وأنا سأغلق عيني. كوكتيلات. هاي انظري. أذني. كم هذا ممتع. الآن لدي. مهلا. كوكتيل متجمد. كيف أشربه؟ ربما علي إخراجه هكذا. هذا أفضل. الآن سوف ألعقه مثل الآيس كريم. لذيذ. أيضا مارشميلو. ممتاز. الآن سأشرب كوكتيل الشوكولاتة خاصتي. كم هو لذيذ. كان رائعا. سنرى. الفطائر مع الشراب والزبدة. كم يبدو لذيذ. والرائحة فاتحة للشهية جدا. سكين وشوكة باليد وأنا جاهزة للتذوق. أقطع قطعة. كم هذا جميل. لم أعد بحاجة للسكين. سأكلهم بالكامل هكذا. أتساءل ماذا لدي؟ فطائر الوافل المجمدة. إنهم كالأحجار. ما العمل معهم؟ لا أعرف. ربما سأجرب قطع قطعة. حتى السكين انكسرت. إذن سوف أخذ المنشار. ماذا تفعلي؟ يجب أن أحتمي. الآن سأقطع هذه الفطائر. هكذا يمكن تشريبتها. أخذ قطعة. من الصعب قضمها، لكنني سأكلهم. هل أعجبكم مقطع الفيديو الخاص بنا؟ إذن ضعوا إعجاب واشتراك وأيضا بعض التعليقات، سنقرأهم بالتأكيد. وداعاً.